نار من نار جهنم، لأنه منصوب على بدنهم، يعني على حافتهم، أو كأنه فوقهم، يعني الحافة كأنه تحته النار، مجرد المرور عليه يعني إن لم يلطف المولى به فسوف يقع. وهم على أقسام، الذين يمرون على الصراط أقسام، منهم من يجوزه كلمح البصر، يعني يمر على الصراط كلمح البصر، يعني في لحظة يكون في الجنة. ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف أقل من لمح البصر، ومنهم كالريح العاصف أبطأ من البرق، ومنهم كالطير يطير طيرانا لكن يمر، ومنهم كالجواد السابق يعني الفرس السريع، ومنهم من يسعى سعيا يعني يمشي بسرعة شوية، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو يمشي على ركبتين ويدين. اللهم سلم. ومنهم من تخرجه كلاليب النار فيسقط، ولكن يتعلق بها فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام. هذا اختلاف المرور بحسب الأعمال. شوف من لمح بالبصر لواحد يأخذ سنين على بيروت، الكلاليب تأخذه ويسقط ويتعمق، ويسقط ويتعمق إلى أن يمر، لكن بعد مدة طويلة. ومنهم السالم، ومنهم الواقع في النار، كل من مر من هؤلاء يكون في الجنة، ومنهم من يسقط والعياذ بالله، يعني الذي هو كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كالطير أو الجواد أو الذي يسعى أو الذي يمشي أو الذي يحبو أو الذي يسقط ويتعلق بالكلاليب، لأن الصراط له كلاليب خطاطيف كشوك السعدان، ورد في الحديث كشوك السعدان، يعني يتخطف ولكن يتعلق بالصراط وينجو ويلتطف ويتعلم حتى يمر ولو بعد حين. لكن منهم من يسقط في النار من الناقين، ومنهم غير السالم من الوقوع في النار، وهم متفاوتون بقدر أعمالهم، بقدر تفاوتهم في الجرائم. فمنهم من يخلد في النار وهو الكافر، ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب ما شاء الله، وهم عصاة المؤمنين. وجميع الخلائق تمر على الصراط، حتى الأنبياء والمرسلين، حتى الملائكة ودعوتهم وهم يمرون اللهم سلم اللهم سلم، هذه دعوتهم اللهم سلم اللهم سلم. والصراط سيكون بالقرآن
والسنة والإجماع. من القرآن قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسترقوا الصراط فأنى يبصرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ينصب الصراط على متن جهنم فأكون أنا أول من يدوسه وأمته. يعني أول من يدوس على الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام. تعالى الله منهم وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه كلمح البصر وجميع الأنبياء والمرسلين كذلك. جاب الحق تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى، حقيقة الصراط، يعني كيف هو؟ يعني التفويض في علم حقيقته لله تعالى أفضل من اعتقاد وصف معين. من تعتقد أنه إيه؟ طريق على فتح جهنم يمر عليه كبير الخلائق على حسب أعماله، لكن حقيقته لا يعلمها إلا سبحانه. بل ويمر عليه الأولون والآخرون حتى من لا حساب عليه، حتى من يدخلون الجنة غير حساب، حتى الأطفال، حتى طائفة البلد، حتى الذين يدخلون الجنة غير حساب الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الأمير: وكلهم سقوط إلا الأنبياء. وقولهم إذن اللهم سلم اللهم سلم كذا في صحيح مسلم. وقال الفتان: إنه موجود الآن الصراط، والأخبار عنه صحيحة، وأهل السنة أبقوها على ظاهرها من تفويض علم حقيقته إلى الله تعالى. يعني ما عندناش تأويل، الصراط هو الطريق، طريق على باب جهنم يمر عليه جميع الخلائق. لكن ما ناولش الصراط كناحية كذا وكذا، لا. سند لا بأس به عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة صدع له نور من تحت قدميه الى عنان السماء يضيء له الى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا النور يكون على الصراط كما في حديث الطبراني، يبقى إذا سورة الكهف لها نور ينير للمسلم عند مروره على الصراط. والحديث ده موجود في صحيح مسلم برضه، حديث أبي سعيد الخدري يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور من الجمعة إلى الجمعة. وفي رواية القرطبي: صدع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. في رواية عند الطبراني أن هذا النور يكون على الصراط، يكون على الصراط، يعني زي ما قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم
بين يديهم وبعلمهم. بين يديه وبيده اليمنى، يعني كأنه يمسكه بيده ويتصرف فيه، يعني بين يديه وعن يمينه، كأنه يعني يعني يحتاج إليه يستمر به، زي ما أنت بتمسك يديك على إيدك زي صوتيه كده وتنور به. وفي حديث الدائمين الصلاة نور على الصراط، الصلاة نور على الصراط. يبقى إذا من الأعمال الصالحة التي تنير المسلم على الصراط قراءة سورة الكهف كل جمعة والصلاة. هذا كيفية ايه؟ عن كيفية مرور الناس على الصلاة يوم القيامة. فالمرور على حسب الايه؟ على حسب الأعمال. يعني كلما كان المسلمون كما قال سلاح التدبير رضي كلما كان أبعد عن محارم الله كلما كان أبعد عن النار. كلما كان سريعا الى المحارم وارتكاب الحرمات كلما كان سريعا الى دخول جهنم وخطف الكلاليب له والعياذ بالله. هكذا قال سيدنا عبد الله بن عمر في الخليفه وفي شرح الشرح عليه. السؤال الذي بعده يقول بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الايام جوعا، فكيف ذلك مع ما ثبت من وفره الخير عنده صلى الله عليه وسلم واتخاذه بما يكفي سنه؟ الجواب النصوص كثيره في رقه حال النبي صلى الله عليه وسلم واكتفائه من العيش بالضروري منه. ومما رواه البخاري وغيره عن عائشه رضي الله عنها قولها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينه من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قضت صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد، يعني تخبر عن بيوته صلى الله عليه وسلم، يعني منذ قدم المدينة، يعني 10 سنين في المدينة. سيد عائشة يقول: من ساعة ما ذهبت إلى المدينة ما شبعنا من طعام بر 3 ليال متتابعة حتى قبل صلى الله عليه وسلم. يعني أنه كان لا يشبع صلى الله عليه وسلم وكان أهله كذلك، يعني يسرنا كما يسر صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها: ما أكل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. ما أكل صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني أنه كان يأكل البر قليلا. كما في البخاري برضه أن السيدة عائشة تقول يعني كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سيدة عبد الله بن الزبير وخالد سيدة عائشة قال لها: ما كان يعيشكم يا خالد؟ قالت: إنما هما الأسودان التقوى والمن. صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يأكل مرة برد والثانية تمر. الغالب التمر. لكن إذا أكل مرة برا الأكلة الثانية تأكل التمر. يعني ما تقولش بر إيه؟ مرتين أو شعير. يا إما أقراص بر أو أقراص شعير. صلى الله عليه وسلم. وقولها: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نهتى بالرحل. يعني اللحم كان يأتي من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الجيران يهدي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم لحما وخبزا حتى يأكل صلى الله عليه وسلم. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران. وقولها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لها: قال سيدنا عبد الله بن الزبير قيل لها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم ملاح يعني حيوانات ذات لبن كالطائر والمعز وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه يعني كانوا يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن فيسقينا مع صلى الله عليه وسلم. كل دي طبعا أحاديث تدل على رقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وأما الفراش قال: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن أي جلد وحشوه ريف. يعني المقدمة من الجلد محشوه بإيه؟ بالليف وليس بالقطن ولا بالكتان عليه الصلاة والسلام. يعني خشونة صفوان بن أمية قال إيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني يعني 100 نريد ثم 100 ثم 100 فقلت إيه: أشهد أنه لم تطب لذلك إلا نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ليه اللي بتتكلم إلا ده؟ ها؟ لسه القرآن الجديد للمعلمات الدروس اللي احنا صغار عادي يعني ده هيجي وراه ناس تانية. النبي عصام طريق الدروس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني راح لقومه انهم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى خلق يده صلى الله عليه وسلم. إن شاء
واحد قاعد يشتري في سيدنا علي زي العادي ما شاء الله لغايه الباب قاعد يشتري فيه لغايه ما وصل للباب باب البيت يعني. فكان حاطط على كتفه خميصه يعني زي شال يساوي 1000 درهم. فقال له الاك حاجه اخذيها؟ قال فاعطاه الخميصه قال خذ هذا. قال اشهد انك من ابناء الانبياء. اشهد انك من ابناء الانبياء لانه جمع بين الحلم والكرم. حليم ما ردش عليه وفي الاخر كمان عمل بالقران. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان بينك. اللي عم يمشي فيه في يده في الاخر وقال له ايه؟ أشهد أنك من أولاد الأنبياء. الكرم عندهم طبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أربعة أشخاص 1000 بعير مما أفهمهم وساق في عمرته 100 بدنة في إحدى العمرات 100 بدنة غير طبعا الحج ساق ايضا فيه 100 بدنة صلى الله عليه وسلم نحرها واطعمها المساكين وامر الاعرابي بقطيع من الغنم يعني ممكن 30 أو 40 اعطاها لرجل اعرابي وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم الخاصة منهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما فبعض أصحابهم كانوا أغنياء بذلوا أنفسهم وأموالهم بين يديه عندما أمر بالصدقة والتصدق صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا أبو بكر بجميع ماله وجاء سيدنا عمر بنصف ماله وجهز سيدنا عثمان جيش العسرى بألف بعير غير طبعا الثياب والنقود والاشياء الاخرى يعني الصحابه كانوا ايه؟ الذين حولها كانوا اغنياء يعني كان ممكن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيشونه يعني في اقل عيش فكيف نوفق بين رقة حاله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من زهد في الدنيا وشرف عيشه وبين ما أتيح له من نعيم وكذلك الحال مع أصحابه رضي الله عنهم فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه العيش الكفاف مع إمكان أن يعيش أفضل. يعني بل كان يدعو كما ورد في صحيح مسلم وعند الترمذي اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كفافا يعني لا يكفيه. لا يمدون ايديهم وكفهم لاحد. وقوتا يعني يوما بيوم. يعني دعا لنفسه ولاهل بيته بهذا صلى الله عليه وسلم. قال ليه؟ قال ليضرب المثل لامته حتى لا يعتنوا بالدنيا. وخاصة ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتح عليهم أبواب العلم. فهو يعدهم لعدد الفتن. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: فوالله لما الفقر أخشى عليه ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم
كما رزقت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انظر، فعرف صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تشغل بالدنيا، فأراد أن يضرب لهم المثل صلى الله عليه وسلم مع ما فتح عليهم من الغنائم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعيش نفس العيشة التي جاء بها من مكة، وهي شرف العيش وعدم الاهتمام بالدنيا. يأكل ما وجد صلى الله عليه وسلم، ويلبس ما وجد صلى الله عليه وسلم، لا يفتح شيئا من الدنيا ولا يذم صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول: هل عندكم طعام؟ إن قدم إليه أكل، وإن لم يقدم إليه قال: إني إذا صام. صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. وينمي الصوم من الضحى النعم، لأنه لا يأكل قبل ذلك. إن كان فيه طعام أكل، إن مفيش طعام ينمي الصوم. وذهب إلى ذلك الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنه، أن صوم النفل يجوز من الضحى النعم، بس بشرط إيه؟ ألا يكون أطعام قبل ذلك. فوقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على الأمة. عشان الحديث طبعا في صحيح مسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة ما، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما الوليد بن عبد الملك هدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يسكنها حول المسجد ليوسع بها المسجد، غضب وزعل. ليه غضب؟ قال: لأني أريد أن ترى الأمراء كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني سقف المسجد وسقف الحجرة كان سيدنا أبو بكر مسعود يرفع يده، كان ينال السقف، وهو أقصر الصحابة وأضعفهم. يعني هو زعل لأنه كان عايز الأشياء دي تكون ذكرى للأمراء حتى لا يشغلوا بالله بالقصور الفلانية والعيش الرغدة التي يعيشون فيها. يعني فلينظروا كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الانشغال بالدنيا مهلكة، يشغل الإنسان عن أداء الطاعات وتقوى الله سبحانه وتعالى. فكلما تعلق القلب بالدنيا كلما نسي الله تبارك وتعالى ونسي فرائض الله. ولذلك تجد أرباب الدنيا الذين يشغلون بها قليلا ما أن تراهم في المسجد. يعني أكثر رواد المساجد من الفقراء والمساكين، لكن الأغنياء أصحاب الخلق أصحاب الحظوظ هؤلاء لا يخطر على بالهم أن يدخلوا المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، عشان دي لا تصح إلا في المسجد وفي جماعة. لكن باقي الأوقات الله أعلم، إن كان يصلي صلى وحده وربما جمع الأوقات كلها مع بعض، وإن صلى كل وقت في وقت صلى وحده. يعني لا خلاف لكم في شعائر الله.
فطلب صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى لامته في عدم الافتتان بالدنيا، وقال لهم: فوالله الفقر اخشى عليكم، يعني لن تبتلوا بالفقر الام، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، اي تتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتم. ولذلك القران يعني وصف الكافرين بقوله يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. هكذا كان والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. شوف التهديد، هذا تهديد. فهو صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لأمته حتى لا تفتن في الدنيا. يعني المال في يده صلى الله عليه وسلم ويملكه، وعرضت عليه مطحاء مكه بجبالها ان تكون له ذهبا فابى صلى الله عليه وسلم، وخير بين ان يكون نبيا ملكا او نبيا عبدا فاختار ان يكون نبيا عبدا، وقال: يا ربي بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وسألتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يخرج من الجوع، يعني يخرج من بيته من شدة الجوع لما لم يجد في بيته طعاما، فخرج مرة صلى الله عليه وسلم، وخرج سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبو هريرة ومجموعة من الصحابة كلهم يقول: ما أخرجني إلا الجوع، حتى أخذهم بعض الصحابة، أظن عبد الله بن الشخير كان له بستان فيه نخل وفيه ماء بارد، فأخذهم وضع لهم من التمر ومن الرطب وجاء لهم بماء بارد فأكلوا وشبعوا. فكان سبب نزول يعني سورة الكوثر اللي في نهاية سورة تسألون يومئذ عن النعيم، التمر أو القطر والماء البارد، هذا هو النعيم اللي ليس العام. ثم لتسألن يومئذ عنا. نعم. تكاثر أيها الأكبر. وهو صلى الله عليه وسلم كانت له بعض الأحوال يأخذ فيها حظه من متعة الحياة، ولكن ليس بصفة دائمة. برضو ايه للمعنى الذي ذكرناه، وهو ايه عدم الافتتان بالدنيا حتى لا يفتتن اصحابه وامته بالدنيا. وحتى
أكل أحد شيئا من الحلال الله نهى عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قل من حرم زينة الله الذي أخرج العباد من الطيبات من الرزق فكان عليه الصلاة والسلام يعني يتمتع بمتع الحياة لكن ليس بصفة دائمة وكان أصحاب المهاجرون في أول أيامه في أشد حاجة إلى ما يقيم أودهم أي ما يقيم صلبهم فقد تركوا أموالهم في مكة وقاسمهم إخوانهم الأنصار أموالهم ثم بعد ذلك أفاء الله عليهم بنعمه كثيرة بالفيل والغنيمة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار رقة الحال مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له عليه الصلاة والسلام وفي حديث رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا البطحاء هي الجبال والأرض يعني بطحاء مكة كلها المرتفع والمنخفض فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك صلى الله عليه وسلم ولذلك سئل سيدنا يوسف كيف تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ أرض مصر يعني كيف تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى المساكن أخاف أن أشبع فأنسى المساكن يعني وهذا هو سر فساد الأمراء أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون فينسون العراء والجائعين والفقراء والمساكين ينسون وهذا هو الحصن فالخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في حاجة عند الهجرة فاضطروا إلى العيش المتواضع ولما فتح الله عليهم تمتعوا بنعمة الله وكان منهم الأغنياء لكن كان الأغنياء ينفقون في سبيل الله في الجهاد لإعلاء كلمة شوف سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو بكر، سيدنا حكيم بن هزام، وهكذا كل أغنياء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينفقون فوق الزكاة بما لا يعلمه إلا الله، بغير حساب، بغير حساب، رضي الله عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان كذلك لكنه كان يؤثر رقة العيش عند توفر الإمكانات ليضرب المثل لأصحابه وبخاصة عندما يفتح الله عليهم كنوز الخيرات ذلك إلى أن القناعة بالقليل مع وجود الكثير فيها تمرين للنفس على مواجهة الشدات والظروف المحتملات
ليست الحياة كلها رخاء، وليست الأيام كلها راحة. يعني الإنسان لما يملك ويخشوشك حتى يتدرب على يعني على أيام شديدة قد يكون فيها. ولذلك الموطأ ابن مالك روى عن سيدنا عمر قوله: إياكم واللحم فإن له ضرابة كضرابة الخمر. إياكم واللحم فإن له ضرابة كضرابة الخمر، يعني أنه له مزاج كمزاج الخمر. الحديث برضو هذا لو كان ضعيفا لكن معناه صحيح، يتأيد بكلام سيدنا عمر: إن الله يكره أهل البيت اللحمين، يعني الذين يأكلون اللحم باستمرار. ليه؟ لأنه يربي عند الإنسان مزاجا، فإذا لم يجد لحما نكد على أهل البيت. وأحيانا يخرج الغضبان ويقول: أنا مش راجل النهارده. ليه؟ ما فيش لحم على الايه؟ على السبيل. هي الضرابة الخمر اللي كان عليها سيدنا عمر: إياك واللحم فإن له ضرابة كضرابة الخمر. نعم؟ أي نعم. طبعا هي دي ضرابة الخمر برضه. وبرضه صاحب المزاج في الخمر أو في أي كيف من الدخان أو الحشيش أو البنو، إذا لم يجد إما أن يسر وإما أن يستدين. يعني الشريف يستدين حتى يعمل، وغير الشريف يسر حتى يعمل. كل واحد وراء على حسب أصله. إذا فأفضل العيش عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في تشريع الصيام ما يؤكد الحاجة إلى هذا التمرين العملي في الصوم. يعني في تمرين على إيه؟ على أوقات الحاجة والشدة. لكن الإنسان لما يملك ويزهد هو ده الزهد. يعني الزهد فيما ملك، الإنسان محروم من شيء يقول لك أنا زاهد. لا، يعني فكده بقول أنا زاهد ليس هذا صحيح. هو زاهد ولا يصير فيه؟ الزاهد هو الذي يزهد ويعرض عن الشيء لحقارته. هذا معنى الزهد، الإعراض عن الشيء لحقارته. الإنسان حينما يملك الدنيا في يده ولكن يعرض عنها في أوقات معدودة، يبقى هذا هو الزاهد حقا. هذا هو الزاهد. أما الذي لا يملك شيئا ويقول أنا من الزاهدين، أنت لا تملك حتى تكون من الزاهدين. أنت من الفقراء، هذا وصف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يخرجون إلى الغزوات وكانوا يرون الغنائم فيها طبعا من الأموال ما فيها من جميع أنواع الأموال، ولا أحد يستطيع أن يأخذ شملة يلفها على رأسه زهدا
زهدا في الدنيا وزهدا في الحرام، حتى ان بعضهم كان في جيش من الجيوش مع سيدنا سعد بن ابي وقاص وسيدنا ابي عبيده بن الجراح في غزو الفرس، ولما فتحوا كنوز كسرى واحد منهم اتى بعبه فيها من الدر والياقوت اللي عند الملوك، عبه كامله، فاتى بها وهو رجل عربي فقير، واتى بها الى سيدنا ابي عبيده بن الجراح. لما سيدنا ابو عبيده وصل الى المدينه جاء بالعلم دي وداها لسيدنا عمر، فقال له سيدنا عمر: ان قوما ادوا اليك هذا لامناء. فمين طبعا هو الذي يؤدي هذا الشيء السليم؟ يعني منعه خوفه من الله وتقواه ان ياخذ هذه العبه للغاليه الثمن ولا يطمع فيها. امين امين. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف: والله يا اخي عففت فعفو ولو رتعت لرتعت. شوف كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال لا، يعني هو الاساس الزهد عندك انت، انت العفيف انت، فلما عففت عفت الرعيه، عففت فعفت ولو رجعت لرجعت. عايز يقول له انت القدوه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه. فلما انت زاهد في الدنيا ووضعت الدنيا تحت قدميك ولم تنظر اليها فهم كذلك، هم كذلك، الدنيا عندهم لا تساوي شيئا. هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي يقولها بعض الناس: الناس على دين ملوكهم. هذا كلام صحيح. السؤال الذي بعده يقول: قرأنا في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمن هي هذه الطائفة؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وعنون له الإمام البخاري بما يفيد أن هذه الطائفة هي طائفة أهل العلم. هذه الطائفة هي أهل العلم. وذكر بعد هذا الحديث حديثا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه او حتى ياتي امر الله. دي طبعا روايه في البخاري، لكن في تاني روايه بردي او لفظ تاني: ولن تزال طائفه من امتي قائمين على امر الله لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. الحديث فيه روايات.
فالعلماء هم الطائفة الظاهرة على الحق، وفي بعض الأقوال أنهم أهل الحديث خاصة، ده الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والحق أنهم العلماء في الدين عامة، قول الراجح أنهم العلماء بدين الله على وجه العموم. ومعنى قبولهم أنهم غالبون، أنهم غالبون. يعني أنهم دائما يظهرون بالحق، وهم قليل فقط، هم قليل. بل ويؤيده حديث مسلم: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. في رواية له لمسلم يعني: لا تزال عصابته من أمتي يقاتلون على أمر الله قائلين بعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. كل هذه طبعا أحاديث تدل على إيه؟ على أن هناك طائفة أو عصابة من أهل العلم يقومون على الحق في كل عصر ومصر. لابد أن تبقى هذه الطائفة أو العصابة، لابد. بدليل من لا يضرهم من خالفهم، حتى مهما حاربهم الحكام او حاربهم الناس لكنهم يظهرون على الحق الى قيام الساعه. طب وحديث لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، في حديث في صحيح مسلم: وإذا صح الحديث لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فإن الله يبعث ريحا كريح مسكين لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فإيه؟ لا بد من ايه؟ من تأويل التعارض بين الحديثين. لا بد من التوافق بين الأحاديث وعدم المعارضة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ريحا لينة تأتي قرب قيام الساعة تقبض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا يبقى إلا شرار الناس وعليه تقوم الساعة. وقيل إن شرار الناس الذين تقوم عليه الساعة يكونون بموضع مخصوص، وأن موضع آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم. يعني عايز يقول إنه شرار الناس في مكان، والطائفة التي تقوم على أمر الله أهل العلم في مكان آخر. يعني التأويل الأول أو التأويل الثاني. وقال الإمام النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وزاهد وعابد، ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد، وانما يفرقهم الله في الارض حتى يرفع بهم العذاب عن اهلهم، كما قال عليه الصلاه والسلام: لولا اشلوك ركع وبهائم ردع واطفال ردع فصب عليكم العذاب صبا ثم رص رصا. الحديث صحيح في الطبراني. بل يجوز اجتماعهم بعد ما قال ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قدر واحد وفي تناقض في اخطاء. ويجوز اخلاء الارض كلها من بعضهم اولا فاولا. يعني زي ما قال في البخاري: يذهب الصالحون الاول في الارض ثم تبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، في نفس حفالة كحفالة الشعير والتمر، لا يبالي لهم بهم ذلك شرار الناس. ويجوز اخلاء الارض كلها من بعضهم اولا فاولا الى ان لا يبقى الا فرقه واحده ببلد واحد، فاذا ابقاكم جاء عقب الله. يعني يذهبون اولا فاولا حتى ايه؟ لا يبقى منهم احد. ايه؟ يبقى شرار الخلق وعليهم تكون ايه؟ السعه. اذا قرب الصالحون جاء عقب. لان الحديث ده يعني لا يضره ما خلفه حتى ياتي امر الله، يعني حتى تكون الساعه، هذه معنى ايه؟ حتى ياتي امر الله. بس التعبير بالطائفه والتعبير بالعصابه في الحديث يفهم منه انهم قليلون، انهم قليلون وليسوا كثيرين. لذلك الانسان يجتهد في ان يكون من اهل العلم حتى يكون سببا لنجاته، لنجاة المسلمين، سببا لنجاة غيرهم. سؤال عن عمر الدنيا. واحد يقول: هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا 7000 سنة وانا بعثت في النصف السادس منها؟ روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا الساعه كهاتين، وقارن بين السدامه والوسطى صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك قرب الساعة، قرب الساعة، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن يعني من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبيل الساعة، نبيل الساعة صلى الله عليه وسلم.
فولا منافاه بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الساعه عن سيدنا الفيل في حديث البخاري ومسلم، قال متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، لان الحديث الاول يعني انه ليس بينه وبين الساعه نبي، وعشت انا الساعه كهاتين، يعني اذا لا نبي بعد، انا اخر ايه؟ اخر نبي صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا فضيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغيره، وكان الله قسم عمر البشريه نصفين، النصف الاول عمل فيه الانبياء والمرسلون كلهم، والنصف الثاني عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان امته ستكون ثلث اهل الجنه، ستكون ثلث اهل الجنه. لذا طبعا اكبر رساله هي رسالته عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. يعني شوف من ساعه ما هاجر صلى الله عليه وسلم 1432 سنه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هو انا الساعه بعشر انا الساعه كهاتين يفيد انه ليس بينه وبين الساعه النبي، يعني هو اخر الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، كما انه ليس بين السبابه والوسطى اصبع ايه اخرى. يعني لما قال كده يبقى ايه؟ كانه هو الساعه، يعني الساعة تأتي بعده عليه الصلاة والسلام. ولا ألزم من ذلك علم وقتها بعينه، لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة، وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها أول أشراطها، أول أشراطها. وسيدنا عيسى قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها، فجاءنا رسول وعزب أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام. بس طبعا ده نزول سيدنا عيسى بعد ذلك بالحكم بشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بوصفه نبيا، يعني ينزل لانه علامه من علاماته، لانه علامه من علاماته الكبرى، ويصلي خلف سيدنا المهدي الصبح في بيت المقدس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يولد ويبعث هذا اول اشراط الساعه صلى الله عليه وسلم. قال عياض، القاضي عياض رضي الله عنه، حاول بعضهم في تاويله تاويل بعثت انا الساعه كهاتين ان نسبه ما بين الاصبعين كنسبه ما بقي من الدنيا بالنسبه الى ما مضى منه، وأن عمرتها 7000 سنة، يعني دول يعملوا إيه؟ 7، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في النصف الإيه؟ الثاني منه عليه الصلاة والسلام. استند إلى أخبار لا تصح القائل، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخيره هذه الأمة نصف يوم،
وفسره ب500 سنه. فيؤخذ من ذلك ان الذي بقي نصف ايه؟ سبعين، نصف السبعه وهو قريب مما بين السبابه والوسطى في الطول. قال وقد ظهر عدم صحه ذلك لوقوع خلافه ومجاوزه هذا المقدار، ولو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. يعني تقول عمر الدنيا حتى ايه؟ ال7000. فلو كان صحيحا لكان انتهى عمر ايه؟ الدنيا. لكن ده دليل على ان الاخبار غير صحيحه اللي هي حددت عمر ايه؟ الدنيا. وقد انضاف الى ذلك منذ عهد العيار الى هذا الحين 300 سنه تاني. ده الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر في القرن التاسع، القرن التاسع، والقرن العيار السادس، يبقى أضاف عليه. الحافظ ابن حجر بيقول أضيف على كلام القرن العيار إيه؟ 300 سنة تاني، 3 قرون. لأن القرن العيار كان تجاوز هذا المقدار، تجاوز عمر الدنيا 7000. حط عليه كمان 300 سنة، حط هنا بعد الحافظ ابن حجر 600 سنة. الحافظ التاسع حط عليه 500 ثاني أو 550. شوف إزاي؟ قال إن ابن جرير أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، وقد مضى 6100 سنة. وأورد من طريق يحيى بن يعقوب الذي قال عنه البخاري إنه منكر الحديث. البخاري ومسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجلكم في اجل من كان قبلكم الا من صلاه العصر الى مغرب الشمس. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبين ان عمر الامه المحمديه كان بين العصر الى غروب الشمس بالنسبة لمن مضى من الأمم. وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ليس فيه ما يقطع بصحة هذا التحديد من 7000، بل غايته بيان قرب الساعة، وليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر. يعني كل ما سيكون آخر واحد فده دليل على قرب إيه؟ الساعة، لوجود يعني مئات الأنبياء والمرسلين أو الآلاف الذين نظروا قبله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرنا الله أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن الدنيا كده عمرها إيه؟ انتهت. قال: وحاول جماعة أن يحددوا موعد القيامة أو عمر الدنيا عن طريق الحروف المقطعة في أوائل السور، فتضاربت أقوالهم وكلها ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. فلنكل علم ذلك إلى الله تعالى. يسألونك عن الساعة